وبعدين حرفي وبعدين اعمل صناعه للعمل الانساني الصناعه. وين ممكن الاخر؟ ملوش حدود. العمل الانساني عمل اجتماعي ليس له حدود افقيا وراسيا، ممتد عبر الاجيال، ممتد لمده قريبه. حتى الحيوانات حتى الطيور فيهم انسانيه، لان الانسانيه لا تسع فقط البشر لكن تسع كل الخلق اللي ربنا خلقهم سبحانه وتعالى، ان هم الا هم من امثالهم. نبدا العمل اننا بننفعل. لما كنا زمان بنتكلم عن البوسنه، يعني كنت انا قاعد مع اخونا يوسف العوضي وهشام العوضي بيعلموني زمان ايام لجنه قطر لكف اليتيم، علمنا ازاي نقوم بالهبك او اللي هي ايه؟ النفير. فلولا نفر من كل برقه طائفه ولا تقاوم الدين. بعد كده بنعمله كل موسم، رمضان، الاضاحي، الحاجات دي. هنا بقى الخضوع عندنا تقليد. التقليد ده بيتحكم في ثقافه المجتمع، خاصه ان كان الجمعيه تعتمد على مجتمع واحد. يعني الجمعيات ذات المجتمع الواحد المانح العمل التقليد فيها تقليدي فيها اكثر بكثير من الجمعيات المتعدده في مصادر التمويل. اللي كنت انا بعتمد على مجتمع سعودي فقط، او مجتمع في الشرقيه في السعوديه فقط، او مجتمع قطري فقط، او مجتمع قطري فقط، فتلاقي التقليد اشد من جمعيه اخرى عندها مكاتب جمع مال من مصادر مختلفه، كل مصدر ثقافه وفلسفه مختلفه. ده تحدي. اللي كل هذا الاحمر عندنا هنا هو خرج من الموضوع ده، دخل في المنظومه الدوليه وبدا ياخد فلوس من المؤسسات الدوليه الناحيه الكبرى. ودي خلت التقليديه تخف في منظومه الذهب الاحمر لو دخل في مجموعه عائله كبيره جدا من جمعيات مختلفه وثقافات مختلفه. اما الجمعيه الاحاديه التمويل فالتقليد فيها خطير خطير جدا. ليه؟ لان هو بعقليه المانع. عقليه المانع بتتحكم فيه بطريقه اساسيه هنا، وده خطوره عندنا. لان احنا خرجنا من العاطفيه اللي هي كل واحد فينا مسلم مسيحي اي حد، الى اننا اصبحنا تقليديين. اللي اردنا ان نخرج، يعني مثلا لو ضربت المثل، بس حد ما احبش اضرب مثلا بالمؤسسه اللي انا كنت فيها عشان ايه؟ ما يبقاش ان انا بغني على طول، مش حاسب اسم المؤسسه اللي هتكلم. اول ما بدانا فيها بصينا لاوروبا كلها. فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، السويد، النرويج، امريكا، كندا، فكل جهه مانحه تعطيك جزء من ثقافتها فيصبح التقليد او العمل التقليدي اقل من العمل التقليدي اللي جاي من مصدر واحد من المانيا. وده اللي بايه بيؤثر على القضيه السوريه حاليا، ان بيجي لهم اشياء هم مش عايزينها. مش عايزين ناخد بعد كده هو الفود باكت. خلاص يتباع الصندوق الطعام ده بربع الثمن داخل سوريا. الناس مش عايزاه. في اماكن اخرى كذلك. بينمو العمل بعد ما ننتهي بقى ننظمه فنعمله جمعيه. هنا بنتكلم عن الملكيه، من يملك العمل الانساني؟ هل يملكه الجمعيه؟ هل يملكه اعضاء مجلس اداره؟ هل يملكه اللي هو المعتمد؟ بعد الجمعيه هنا هو اللي في حاجه اسمها هنا هو مؤسسه. هنا هو مؤسسه. الجمعيه دي بنتكلم عليها بتملكها اعضاء مجلس الاداره او الجمعيه العموميه. بيكون الملكيه للاعضاء فقط. لو اردنا ان احنا نحول المؤسسه من جمعيه اورجنايزيشن لانستتيوشن، يعني مؤسسه مش فاونديشن، فاونديشن مش انستتيوشن. يعني مثلا الشيخ علي عنده مؤسسه اسمها فاونديشن، الشيخ كذا عندها مؤسسه فاونديشن بتاعت العيله بتاعتها، مالهم الخاص. لو كان فينا مؤسسه تملكها ايه؟ المشايخ الى اخره. دي مش مؤسسه، دي تعتبر فاونديشن صندوق. اما المؤسسه هي التي تملك الجمعيه للمجتمع، بمعنى ان المجتمع هو الذي يعطيها ابنائه وبناته، سواء في مجالس الاداره، سواء كان في الموظفين، سواء كان في المتطوعين، سواء كان في المانحين.
وهنا دي هنا اخطر قضيه بتواجه عقليه الحوكمه للمؤسسه. لا احنا اصحاب القيم، احنا اصحاب التاريخ، احنا عندنا مبدعين. الشخص ده من اصحاب البدريين، وانت من اهل احد، وانت من اهل اليرموك، ما تتحركش، لا يتحرك. كل واحد فينا ليه سقف، كل واحد فينا ليه سقف، مش هيعلو سقف، لان المجتمع بيتغير راسيا وافقيا وفي كل الاتجاهات، كل يوم وكل ساعه مئات المرات. ولن يستطيع احدنا كان مبدعا او كانت مبدعا ان تتماشى او يتماشى مع التغيرات المجتمعيه كل يوم وكل لحظه وكل ساعه. فلذلك ان اردنا ان نخرج بالجمعيه نحولها الى مؤسسه، فلا بد تكون ملكيه للمجتمع. بمعنى ان انا اعلن عن وظائف، انا عايز وظيفه في الاداره، في مجلس الاداره، عايز عضو مجلس الاداره. حتى دلوقتي احنا في بريطانيا اعضاء مجلس الاداره بنعلن عنهم في الجرايد. انا مثلا هستقيل من احد الجمعيات اللي هي بنسميها المنتدى الخيري الاسلامي، فبنعلن عن رئيس مجلس الاداره يجي ياخد مكاني. اعلان في الجرايد يقدم الناس ويشوف السيره الذاتيه بتاعته، هل ينفع او هل تنفع او ما تنفعش. هنا انت بتحول الجمعيه من ملكيه لمجموعه صغيره الى ملكيه مجتمعيه. فلذلك لو مثلا اوكسفام، سيدنا تشيلدرن، اولد فيلن الى اخره، فالمجتمع ماشي معاها بابنائه وبناته وماله وفكره وكل شيء، ويقف وراها. وكثير جدا من ابناء المجتمع يكونوا حريصين على انهم يكونوا اعضاء مجلس الاداره. كنت شرف لي. ودي تعتبر معايير اللي هو تحول الجمعيه الى مؤسسه، دي هي دي العقده. او هي دي اللي هو البطل النكت عليها، عنق الزجاجه. عنق الزجاجه ان نحول الجمعيه ونتنازل عن ملكيتنا نحن الى ان نحولها الى ملكيه مجتمعيه. الحرفيه اللي هي تتحط في النص هنا هو مش مجرد واحد، انا مثلا انا جايبته لابس ايه؟ لابس جاكيت. انا حرفي. خلاص؟ انا قلعته. لابس قميص، انا حرفي. جايب لكم مش عارف لابتوب، انا دي مش حرفيه. الحرفيه اداه. الحرفية حب، الحرفية التزام، الحرفية قيم، الحرفية إنتاج، الحرفية معرفة، الحرفية إيمان. الحرفية مش فقط كتب احنا درسناها ونيجي نكبها عليكم، الحرفية كل هذا وزيادة كمان. أهم شيء في الحرفية إنك تحب العمل. تحب العمل. أو تخطئ علشان تتعلم. الحرفية مش مجرد أنا خدت شهادة من أكسفورد ولا كامبريدج ولا بريطانيا ولا أمريكا وجيت أقول لهم كده أنا خلاص أنا واخد شهادتي وهتفتح لك الأبواب، لا. الحرفية إيمان، إيمان برسالة المجتمع، مش فقط رسالة المؤسسة. أبداً. ما المؤسسة إلا هي جزء من المجتمع. أنا مؤمن بالمجتمع قبل إيماني بالمؤسسة، قبل أن أؤمن بالمجتمع أنا مؤمن بالقضية بتاعت المجتمع. والحرفيه ايمان متعدد الايه؟ الطبقات رمسيا وافقيا. يعني ايه؟ ها؟ قطريه. قطريه. متعدد متشدد. فتخيل ايماننا احنا تركيبته معقده. يعني هذا الايمان المعقد داخل الانسان نفسه هو جزء من الحرفيه. مش هتيجي حرفيه من غير ايمان. مش هجي لك انا اضحك عليك بكلمتين فرنساوي وانجليزي والماني وكذا 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 واعمل لك البرزنتيشن دي وناس تنبهر. صح يا فرعان؟ انه اكثر الناس بيجوا لنا استرهبوهم وايه؟ وجاءوا بسحر عظيم. الاسترهاب ده اللي بيخلي الشخص يقعد هنا يطلع اللي هو الالوان المختلفه كده. يا لا مش عليا انا. كلامنا مش عليا انا، كلامنا في حته ثانيه. اقعد بقى واللي هتعمل ايه؟ ده بالنسبه للفرق ما بين العفويه هنا او العاطفيه وانها زي اللي بنقول حرفيين. الحرفيه هي معقده التركيب في كل المنظومه الفكريه للشخص نفسه. من ايمان، انا بحب العمل. انا بحب العمل وهقعد اشتغل 24 ساعه. حتى ولو كان الراتب بتاعي ما بيكفيش. انا بحب العمل لان عندي رساله.
أنا بحب العمل لأني عندي رؤية لهذا العمل. أنا بحب العمل عايز أرحي. الحب بيؤدي إلى تضحية. والحب بينبع من الإيمان. ودي الحرفية اللي إحنا بنتكلم عنها. الحرفية مش مظهر. مش شهادة. فلذلك إحنا عايزين يا أخ عبد الله مع الدكتور محمد، طبعاً بتكلم النهاردة في غياب الدكتور محمد اللي هو أستاذي اللي علمني كيف أتواضع، ثم علمني كيف أتحدث. ثم علمني كيف اعبر بعد كده. اني اتنفس تحت الماء مش كده لو نمت كده. عبد الحليم حافظ الله يرحمه الله كان بيغني علينا كلنا. هو ام كلثوم مين تاني ها؟ مين فاكر العصر القديم؟ الالفيه القادمه اللي فاتت ولا نجيب لكم ناس شعرنا؟ المهم بقى خلينا مع عبد الوهاب. ثم نتكلم الحرفيه تواضع. تعرفوا يا شباب؟ سوري الكلمه دي. الحرفيه مظهر. علمونا سيدنا علي لما نذهب نختلط بالفقراء لابد ان نراعي ماذا نلبس الى الكود اوف دريس. حتى ما منظرنا ده في اللبس اللي احنا لابسينه ده ما نجرحش الفقير. يكون لي لبس معين نذهب فيه نلبس فيه بين الفقراء. الحرفيه معايشه. تخش الخيمه تقعد تسمع الاطفال هم بيلعبوا. الاخت لما تخش الخدم تخلي اطفال يتنططوا على حجلها ويكلموها والست تفتح قلبها ليها. الحرفيه اللي بتحضر معانا ساعه تمشي لا مش عايزها انا عندكش في هم ايه. دي حرفيه انها رساله انها مهمه. ها شوفوا دي الحرفيه اللي احنا بنتكلم عنها يا اخوانا. فوق الحرفيه دي بتخليك انت ما تنامش. هذا الرسول ما كان ساعه ما كان حرفي ولا كان في كلمه كده كنت عايز اقولها في الاول بس نسيت لان انا انفعلت. يعني انا بسمع على طول. تعالى يا بسم الله. إذا بتاعها الصبحية مش عارف الساعة كام يعني. وأنا أعتز بيها. الحرفية شخصية للشخص نفسه. ها؟ اتفضل. أهلا وسهلا. ترى الصبحية بقول إيه؟ القرآن. أن نعيش في كنف القرآن. أنا لن أتنازل عنه. كان مسلم بعمل عمل إنساني، عمل إنساني يدل على إيماني بالرسالة الإنسانية للإسلام اللي هي محورها كلام الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فالقرآن بالنسبة لي يزيل سوءاتي، ينير بصيرتي، ينقي سريرتي، يعلي همتي، يقوي عزيمتي، يرفع قامتي، يزيد محبتي، يسعد مجدتي، يمنحني جنتي، يرزقني صحبتي في الجنة إن شاء الله. ويهديني نظرتي أن يرانا الله سبحانه وتعالى وينظر إلينا الله سبحانه وتعالى. ده جزء من الحرفية. أوعى نتنازل عن شخصياتنا القيمية اللي بنؤمن بيها عشان نبقى حرفيين. ابدا ابدا ابدا. انا بتكلم عن انا بؤمن بيه. انا بحبكم والله. انا بحبكم. انا كنت معايا في مجالس امبارح مع الشباب ثالث مره من اللي هو مركز البحث الدراسات الانسانيه. انا دخلت عليهم وقلت لهم انا بحبكم. انهم الساعه 7:30 او الساعه 7 بتقابلنا الساعه كام يا 6:30 بعد ما خلص محاضرات. الناس الشباب الساعه 9 الصبح للساعه 6 وعايزين يقعدوا. قعدنا ساعتين امبارح ما نتكلمش. اسئله هروني فيها. لا يعني اسئله صعبه لكن كميه الحب اللي هم حطوها على الطاوله فاقت كميه الحب التي جعلتني اذهب اليه. الحرفيه ما فيهاش فلوس لكن فيها جزء من الرساله بتاعت الرساله للشباب. الانسان بيلقى ربه. كلنا حد ربنا. لكن لو انا لقيت ربي سبحانه وتعالى بعلم ما اتعلمته وما وصلتوش للناس سأحاسب عليه. ده مش حرفية. مش حرفية أبدا. ليه؟ لأن أنا بيكون في همي وفي قلبي وفي فكري وفي ذكري هذه الأرملة وهذا اليتيم وهذا اللاجئ وهذه اللاجئة وهذا المريض وهذا الشيخ. ده حرفية حقيقية. ان انا اعيش الام المحتاج
يحقق آمال المحتاج. حرفية. وده اللي هو الحرفية الإنسانية الإسلامية اللي احنا نعتز بها ونفتخر بها. نعلمها الأولاد ونجعلها تغير مناخ العمل الإنسان الدولي. لابد دي كنا رسالة. أخ عبد الله. رسالة. رسالة تسعى للبشرية بها من خلال إيماننا الإنساني بديننا ومجتمعنا والعالم كله. فيها رؤية. رؤية. رؤية خير وسعادة ورؤية أمل ورؤية بناء سلام ورؤية بناء مجتمعات. في المجتمعات دلوقتي متشرسة. نشوف سوريا فيها إيه، نشوف اليمن فيها إيه، نشوف أفغانستان فيها إيه، نشوف اليوغور حصل فيهم إيه، نشوف الهند حصل فيهم إيه، نشوف ليبيا فيها إيه. دي رسالتنا. الحرفية عناء. عناء في بناء فكر مجتمعي جديد يستطيع أن يجمع شراذ من المجتمعات. المجتمع السوري دلوقتي ما أصبحش شبه. أصبحت كتل بشرية كل كتلة فيها لها ثقافة مختلفة. ما أصبحتش سوريا اللي احنا كنا نعرف عنها. ما أصبحتش سوريا العربية. ما أصبحتش سوريا اللي كانت كذا وكذا وحتى اليمن. كل هذه الكتل البشرية سيصعب علينا بناء مجتمعهم مرة أخرى. فأين حرفيتي؟ من خلال إيماني. من كيف أبني المجتمع السوري مرة أخرى. دي حرفية. حرفية في قلبي. حرفية في بصري. حرفية في سريرتي. حرفية في عقلي. حرفية في ديني. حرفية في كل قطرة من قطرات الدم اللي بتمشي في إيه؟ في عروقي. حرفية في روحي. في الروح هتقابل الرب سبحانه وتعالى ها سعيدة. سعيدة بك. يا أخ عبد الله سعيدة بك يا أخت أم مش عارف محمد ولا أم محمود كلكم أمهاتكم أمهات كلكم يعني أم البنين مش كده برضك؟ أمهات البنين أمهات الرجال. الحرفية في إن أنا أخلي الأخت لها دور محوري في بناء المجتمع. لما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها دور قوي بعد كانت هنا عمود الفقر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة. دي حرفية. نص المجتمع أمي وأختي. وبنتي وغرتي وزوجتي دول ليهم دور. انا مثلت اتذكر امي كانت بتقول لي يا ابني خالد الفقراء ما تخليش الاغنياء. لما تخالد الفقراء هترضى بحياتك مش هتنقب على حياتك هتحس انت احسن منهم. لكن لما تخالد الاغنياء هتنقب على حياتك. اللي عندهم مش عندك. اللي بياكلوه ده ما بتاكلوش. يعني نتكلم عن دور الاخت ودور الام ده جزء من الحرفيه بتاعتنا. ايه اللي بدأتنا؟ ايه اللي عملتنا؟ ايه اللي ربتنا؟ ايه اللي كبرتنا؟ ايه اللي علمتنا؟ العلم مش فقط في المدرسه. العلم جين ياتي من حب الام حب الاب للابن للبنت. عاطفه دي حرفيه. احنا مش عايزين نحرف الحرفيه بالادب والمصطلح. حذاري ان انا اعرفها بالادب والمصطلح. لأن الحرفية حياة. الحرفية روح لن تموت في قلوبنا. تتجدد بها آمال الأجيال. تتجدد بها المشاعر. تتجدد بها الآفاق. الرؤى. الأحلام. الحب اللي عندي هو اللي بيخليني انفعل. لان حبكم ليا
يعني خلى روحي تعب عن مستواها الحقيقي. ولولا حب الله لينا كلنا اجمعين ما اجتمعنا على ذكر الله كل يوم جلسه من جلسات ذكر الله في حب الله من خلال خدمه المقدره. فالخدمه حب ان شاء الله. انا مستعد لاي سؤال. مش عايز تسليم. مرغوب ما بحبش التسليم. ابنه السودان، ابنه النيل العظيم، انت ابنه مصر. بعربيه حماك كان الدفع بتاعنا بحبنا ليه اننا بنرشده
اول شيء تربيه الطفل ابويا وامي. انا اتكلمت عن امي دلوقتي رحمه الله عليها، وكلمت عن ابويا، ما كانش عن ابويا، بس انا بتكلم عن مين اللي رباني، اللي خلتني تخلي الشخص يحب الفقير، يحب الغلبان، يحب النادر، يحب كذا. الام هي نفسها. فنبدا اول خطوه قبل ما يجي الطفل ده ليك يا ابو عبد الله هنا، يكون هو شارب العمليه دي، حتى لو كانت اموال كتيره. احس ان ليه او احس البنت هتلاقي ليها هدف في الحياه. الحرفيه معايشه كذلك. انا لما جيبهم حطهم في الصحراء، لما جيبهم حطهم مع الفقراء، اجيبهم اعيشهم معايشه. المعايشه دي ان انا اقول لهم ننسى ان الدنيا فيها شيء والاخره فيها اشياء مختلفه. فما بين التربيه في البيت والمنهج في المدرسه، التطوع مش فسحه، التطوع مش رحلة، التطوع مش صورة، التطوع مش فقط برنامج، التطوع إن مسؤول عن التطوع في مدرسة الأطفال ده هو مؤمن بيها أو هي مؤمنة بيها. التطوع مش كده أبدا. يعني في بريطانيا وكل الدول الغرب، التطوع ده جزء من السيرة الذاتية بتاعتك. لما بتخش تخلص الجامعة بتخليك يقبلك في الوظيفة دي أو في الوظيفة دي. يعني أنت عملت وأنت في ثانوي، عملته انت في جامعه، عملته بعد الجامعه الى اخره. فاصبح التطوع جزء من ثقافه حياه الطفل منذ ان كان صغيرا. فبتتكلم عنه مهم جدا. بس انا لما جيت مثلا في الهلال الاحمر مسؤول التطوع ما يجيش يقول لي انا بشتغل من الساعه 5. انا هظبط السي في بتاعته كله وهظبط الجوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي، علشان هو صاحب رساله، هو اهم واحد. يمكن قد يكون يا اخ ابو عبد الله شو أسير الكلمة دي، أهم منك أنت شخصياً، لأنه ده اللي بيطلع لك الجيل. وأنت عايز من يديك الناس اللي هي رؤوس المستقبل، تحمل الدولة وتحمل الوطن وتحمل المجتمع وتحمل هم الإنسانية كلها. ما جابش أي حد كده يحط يبقى مسؤول دائرة التطوع، سواء كان في المدرسة الابتدائية أو في الإعدادي أو في الثانوي أو في الجمعية. يعني أنتم من حظكم في المجتمع الدولي انكم مختلطين بالعائله الهلال الاحمر والصليب الاحمر، وده بيخلي التنوع الثقافي عندكم كبير جدا عن اي جمعيه ثانيه هنا او في اي مكان في العالم. لكن احنا بقى لابد ان احنا نجيب الاشخاص اللي بننتقيهم مربين للاطفال وللشباب ومحببين، مش بس مربين، محببين لهم هذا العمل عده ثانيه. جزاك الله خير. اتفضل. انت بتقول انا كلمت كتير وقول لي اقف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضره الرائعه. تعود علاقتي بك الى 15 عاما مضت، ولذلك فقط لذلك عرفتك منذ زمن وما زلت كما انت ما شاء الله، ولك من اسمك نصيب. هذه من الهناء وبنى من البناء ايضا جعلك الله. هذه اخي وزوج بنى شويه في المجال زي يوسف، وهو اسمه نبيل من لبابه ولا اسمه واسمه يوسف كمان يا سيدنا يوسف خلاص. دكتور اود ان اسالك عن تجربتك في الغرب. العمل الاغاثي تحديدا تعرض الى مجموعه من الالغام الكبيره جدا التي وانتم استطعتم ان تتفادوها. هل يمكن ان تحدثنا عن هذه التجربه بالذات؟ المساله الاخرى، لماذا كميه المال الموجوده في العالم العربي لدى كل الجمعيات من المحيط الخليج تعتبر سكه مقابل او مقارنه مع ما هو موجود في الولايات المتحده الامريكيه او في سويسرا مثلا لوحده؟ خليني بس اجاوب على السؤال الاولاني وبعدين تسالني السؤال الثاني. طيب نصلي على النبي. انا عندي سؤال عظيم طبعا. المحاضره دي محاضرات. احنا اتعلمنا من الصفر. ما حدش يجي يقول لك ان انا كنت حرفي او مهني او امي ولدتني كده بس. لا. لما بدانا من الصفر، تحت الصفر. انا شخصيا كان لي اخطاء، كان هتغفل تغلق المؤسسه اغلاق تام. اوعى تفتكر اللي واقف قدامك ده ما اخطاش او مبدع كده وعامل نفسه مش عارف الصوره الكبيره دي كل ده فرجوش. انا اخطات كتير جدا وتعلمت من الاخطاء، بس المهم انك تخطئ تتعلم من الاخطاء. الى
العمل الإنساني الإسلامي في الغرب مر بكذا مرحلة. مرحلة الانفتاح في ظل غياب الإسلاموفوبيا، وفي ظل اللي هو الحرب على أفغانستان وتدمير المعسكر الشرقي، فورطوا كثير جدا من المؤسسات في خلط الأوراق أيام حرب أفغانستان. أنا كانت الدنيا ربيع، يعني مثلا كان اللي بيجي يجمع تبرعات من أوروبا وأمريكا، أنا بقوله على الهواء، مين كان بيجيب التأشيرة؟ السفارات الأوروبية والأمريكية، كانوا بيجمعوا فلوس للسلاح. ولو أي سفير من الدول الغربية يجي يتكلم معايا هقول له حاضر ماشي. فمين بتدله التأشيرات؟ المجاهدين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وأمريكا يجمعوا السلاح. وبعد ما كده حسبتوهم بأجندتهم السياسية وسميتوهم إرهابيين. الفترة دي اتغيرت. اللي خلى المؤسسة تخرج من عنق الذبابة دي إن إحنا ما خلطناش الأوراق. وانفتحنا قبل البوسنة، قبل 92. يعني بقينا إحنا المؤتمر بتاع الأمم المتحدة وكذا وكذا، وحاولنا إننا نقدم على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من التسعينيات. وخدناها في 2001، سبتمبر 2001، اخر سبتمبر 2001. خدت بالك حضرتك؟ فالفكر اللي كان عند الشباب اللي قاعدين هناك ان احنا ننفتح على المجتمعات، زي ما كنت بتكلم عن التقليديه هنا، هو كلمه التقليديه هنا اللي هناك دي خلاص ما حددتهاش مصدر واحد، يعني العقليه الفرنسيه العربيه غير العقليه البريطانيه العربيه غير العقليه الامريكيه العربيه غير العقليه البلجيكيه العربيه، كل واحد جايب ثقافته بتاعته. فلذلك الانفتاح على المؤسسات الكبيرة جاء بدأ من التسعينيات، ولما جت 2001 كنا احنا جاهزين، لدرجة ان انا كنت عامل فيديو 3 دقايق كده على الفيسبوك من يومين ان احنا في الحمام، هقولها تلاقي دي واللي يعجبه يعجبه، خرجنا من الحمام 3، انا من حمام نمرة 1 وادري من حمام نمرة 2، حمام يعني توالد، كنا ايه بنعمل جوه يعني المهم، واحمد مسلم، فادري انت مدير الاعلام قال خلاص احنا نوطي راسنا يبقى زي المعامل، يقول لا يمكن بعد 11 سبتمبر لا يمكن نوطي راسنا، احنا جزء من المجتمع الاسلامي في الغرب، يحصل له يحصل لنا. وغيرنا الفكره بتاعتي دي لاننا نذهب للاعلام كندافع عن عمل انساني وعمل اسلامي، بس قبل ما نروح هناك عملنا حاجات مش كده بالعاطفيه، لا قلنا لابد نتدرب ازاي نقابل الكاميرا. في يوم واحد الوقت ده في 2001 دفعنا مش عارف 3,400 جنيه استرليني يوم واحد فقط، دي نمره واحد. لابد يكون لنا متحدث رسمي واحد، مش كل اللي بنهبه وده في امريكا وفرنسا وبلجيكا يتكلم، واي مواجهه اعلاميه تتكلم في اي حته في العالم يرجع للمتحدث الرسمي. ولابد اننا نواجه كل مؤسسه اعلاميه بدوسيه ان عمل انسان الاسلام. 2002 كانت سي ان ان عامله برنامج عن ايه؟ عن عمل المؤسسة فين؟ في غزة. في وده اللي انت بتتكلم عليه، لابد تعرف، لابد تقرا الخريطة السياسية والاجتماعية والأمنية والاستخباراتية والاقتصادية المحيطة بيك. لأنها بتتغير كل يوم. ولابد لما تيجي تعين أي حد تعينه على دراية مش على عاطفية. مش على عاطفية. للأسف في مشكلة كبيرة جدا عندنا في تعيين الموظفين خاصة في الميدان. مش لاقيين حد نوديه لأن احنا ما بنربيش. لو احنا بدأنا نربي هنطلع أجيال تستطيع إنها تغير المناخ. احنا تحدينا يا أخي الفاضل ليس في صناعة الرجال والنساء طبعا، لكن في تغيير المناخ الإنساني الدولي. مش في حاجه اسمها كلايمت تشينج دلوقتي عملنا عليها مؤتمرات، احنا عايزين بقى ايه؟ نعمل بوزيتيف كلايمت تشينج لعمل انساني في العالم كله. ياخد سنين لكن لابد نبدا فيه، ده السؤال الاول. في سؤال ثاني ولا خلاص ولا بحث؟ السؤال الثاني بيتعلق بالامكانيات، في الغرب الامكانيات التي هي تخيل هي امكانيات هائله جدا، الشيخ على الموضوع طلع في الولايات المتحده موجودات الجمعية الخيرية حوالي 306 مليار، في سويسرا حوالي 100 مليار، الدول الأخرى هائلة جدا، في حين الوضع اللي احنا هي الأمة التي تقوم على هذا على العمل الإنساني أصلا،
الجمعيات فقيرة مقارنة مع هو ما موجود في الغرب، ووضعها هل أيضا مقارنة مع ما هو موجود في الغرب؟ أين المشكلة وما هو الحل؟ المشكلة مش مشكلة المال، مشكلة فهمك أنت أو فهمي أنا إيه هو عمل إنسان. يعني أنت بتتكلم مع دولة زي بريطانيا فيها 168 ألف جمعية خيرية، دخلهم السنوي 74 مليار جنيه استرليني، يعني قرابه 100 مليار دولار، ده بس للشعب، لغير المؤسسات الغير ربحيه المسجله، غير المبادرات، غير انت يعني بتتكلم عن اكثر من 120 130 مليار دولار سنويا. ليه؟ لان المجتمع شعر ان في دور قوي جدا للمجتمع المدني، فمكنه بتسجيل كل هذه الجمعيات والتشارد كوميشن اللي هو المفوضيه لمراقبه الجمعيات بقى لها 150 سنه كمؤسسه مش موجوده في اوروبا زيها ولا موجوده في امريكا، الوحيده اللي موجوده في بريطانيا. بالك اما تيجي تنزل لحاجه زي كده هو لان الحكومه نفسها او الدوله نفسها الدوله الاستابليشمنت اللي هي مؤسسات الدوله تؤمن بدور فرد وتؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني، فلذلك بتمكنها. لو احنا مكننا مؤسساتنا هتضعف الاموال فيها، هتضعف العطاءات فيها، هتضعف الابداعات فيها، هيطلع من عندنا رموز وقاده يستطيعوا انهم يغيروا ثقافه مناخ العمل الانساني في العالم كله. هو التمكين. لما انا اجيب ابني في البيت كل يوم بضربه على قفاه، انت حمار، انت ما تفهمش، انت بهيم، هيطلع يقول ايه؟ اما هيشرد من البيت او هيطلع بيت مش هيفتح بقه بعد كده، صح؟ احنا شخصيا بنربي ولادنا بضرب على الدرب الاخر، العصايه في اليد هات يا بنت، البنت لو قلت الغلطه هنقتلها، لو الولد غلط نفس الغلطه ما نقتلوش. الثقافه غلط، ده ليها دعوه بالقيم الدينيه والاخلاق الدينيه الى اخره الى اخره. الابوه والامومه هي اللي بتجعل يعني التي مين اللي رب سيدنا خالد بن الوليد؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز، الام اللي احنا بنتكلم عنها دي. احنا بنفسر الاسلام تفسير يعني مزاج. بعدك ان مين اللي هيطلع لو انا مش ما مكنتش ابني في البيت واستمعت له وخليته يقول الكلام ويغلط قدامي وساعده، مش همكن اي واحد في الجمعيه بتاعتي ولا في المجتمع بتاعي. فالعمليه ماشيه كده زي الاخت ما كانت بتتكلم بابنة في النيل دي بكل الحاجات دي كلها منظومه متكامله مع بعض. واضحه؟ طيب اتفضل. انا هدير مع النتيجه ما فيش مشكله. انا كل يوم اخ خمس دقائق كان في اخين انا رافع ايديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيتك عند الفنانة الاحترافية والعاطفية اشتغلت براكتيكا. لا ده جنيه ده لا يصير. أيوه براكتيكا دي يعني. كلمة انجليزي يا مصر. فحقيقة أنا دايما بنفس الوصف اللي أنت وصفت بيه الاحترافية ده أنا بنفكر موقف مر علينا ونحن بنعرفكم ونسلم السلام عليكم من بعيد. فأول ما نزل الغوالي ده مسك الراجل الألوفي ده وضمناه عليه يعني ما في تصور الرز ما في دلوقتي. فبعد كده لما رجعنا بدينا في انه ليه هؤلاء الناس بيثقوا في الغرب ولا يثقوا فيه؟ فانا داير تفكيرين عن الثقه. حاضر. طب بس هو تواضع والقبول عند ربنا سبحانه وتعالى. القبول عندك انت الحته دي ونفس ما سواها الهمها فجرها وتقواها قد افلح من زكاها قد خاب من دساها. مسؤوليه شخصيه. دخول الجنه مسؤوليه شخصيه. القبول مسؤوليه شخصيه. البركه مسؤوليه شخصيه. البركه جند من جنود الله. كذلك الغباء جند من جنود الله. يبقى الانسان زي حالات كده كل الامكانيات عنده لكن الحته اللي جوه دي مش نظيفه. ربنا يرزقكم بالغباء يرزقنا بالغباء. أقول كلام غلط
فالحته بتاع الطوابع دي بتيجي من ايه؟ حبك للعمل وامانك بيه. بس انا في نقطه انا نسيتها، الصناعه. يبقى نزلنا من المؤسسه دي، لان هدفنا يا بنات وشباب ان احنا نحول العمل الانساني والمجتمعي من عفوي الى صناعه اندستري. اندستري معناها مش مصنع. اندستري معناها مش مهنه. اندستري معناها هو شيء بيدخل في كافه مناحي حياه المجتمع بمكوناته. انتم القوه الناعمه الاقوى في اي مجتمع في العالم الذي تستطيعون ان تدخلوا الى اماكن لا يخشها الاقتصاديين ولا العسكريين ولا السياسيين ولا الامنيين ولا رجال الاعمال. شوفوا انتوا اللي هيحط دي كتوب يعني كقيمه اعلى قيمه عنده انه يحول العمل الفرد ده الى صناعه مجتمعيه. سيستطيع ان يمشي من كل الخطوات دي كلها بالمهنيه والحرفيه والمؤسسيه الباسس انه يريد ان العمل الانساني بتاعه يكون صناعه مجتمعيه. كلمة صناعة مجتمعية عايزة محاضرة تانية بس كلمة صناعة مجتمعية مش مصنع ومش ورشة عمل، دي منظومة فلسفية ثقافية تجعل كل فرد داخل المجتمع مشارك في صناعة مجتمع مبني على القيم والأخلاقيات الإنسانية. ده بالنسبة للمؤمن. كده خلاص ولا في آخر سؤال؟ حد رفع صباعه ولا أنت حضرتك؟ بس الكارت الاحمر هيجي دلوقتي وحاطينه من هنا. الحكم البلجيكي ولا الحكم الاجنبي؟ حسب ما فهمت الحرفيه هو ان الشخص بيكون متنادم وفي سلام مع نفسه وما يعمله ومع مجتمعه والمؤسسه اللي بيعمل بيها وهكذا. في نوع من الهرم. طيب سؤالي هو ايه علاقه حرفيه الشخص نفسه في ادائه العمل مع ثقافه المؤسسه اللي بيعمل فيها؟ الثقافه بيكونها فكر المؤسسه او فكر المؤسسين او فكر الاداره العليا. وكذلك بيكونها ثقافه العاملين فيها. لان الثقافه مسيره. مش ورقة احنا نحطها كده ونقول خلاص هنعمل كذا وكذا وكذا، لا. الثقافة دي أصعب شيء بتحول بيه أداء المؤسسة إلى ثقافة مجتمعية. فهو بيحصل فيه تدافع. يعني مثلا في ناس بتكون مثلا أخونا أبو عبد الله ثقافته الانفتاح. أنا مثلا هشتغل معاه ثقافتي الانغلاق. فالتدافع ده لابد أن يطلع من مؤسسة لثقافة تنفح بين تنتج الانفتاح الحذر. في فرق بين انفتاح على المصاعيد كده في انغلاق. طب نقعد مع بعض بقى نتفاهم. الثقافه تبنى ازاي لما نقعد نتفاهم؟ احنا مشكلتنا واحد بعد سؤال من الاسئله في التحديات احنا مش عارفين نقعد نتفاهم مع بعض. احنا مش عارفين نقعد نتعاون مع بعض. احنا مش عارفين نقعد نبني كتل مؤسسات. كتل بمعنى ايه؟ اللي هي المنتديات او الائتلافات او الاتحادات. احنا بنحب اللوجو بتاعنا، هو الاول وهو الاخير، هو الظاهر وهو الباطن. ها شفت بقى انا بتكلم ازاي؟ الكلام اللي يجي يوجع البط كده ويخلي الايه الناس كلها تقعد في مكان معين كده، هو بس ده غلط. وانها الحالقه تحلق الدين، ده انا تحلق الشعر، ده فساد مبني على ايه؟ انا اللي عملته. دي مش ثقافه، اقعد عشان نتفاهم. اقعد عشان نتكلم، لان احنا مش بنتكلم عن جمعيه. مش بنتكلم عن ميزانيه، احنا بنتكلم عن مجتمع. انا وانت والحزب ده والجمعيه دي والجماعه دي ما هي الا ان جزء من المجتمع، ناسنا المجتمع. مش كده لما تزداد اموالنا وتزداد مريدينا وكذا، نعتقد اننا نحن المجتمع. ابدا. المجتمع في كل مكون مجتمعي تعرفه او لا تعرفه. من حق هؤلاء الناس بيكون لهم راي في بناء المجتمع، في الدفاع عن الوطن، في حب الوطن، في التعبير عن ارائهم. احنا مش عارفين نبني الثقافه دي. فلا بد في بناء هذه الثقافه بنحصل فيها اننا نتدرج في العمل. احنا ما زلنا نعاني بس في الدول العربيه
في الغرب ان هم الشباب بيتربوا في الغرب بقالهم 40 سنه عندهم 45 سنه مش عارفين يقعدوا مع بعض يهدموا الحته دي. ولا 15 سنه في جامعه الجامعات لسه بنقول لهم ده بدعموها عشان تستمر وتبني الايه الجسور دي بينها وبين الجامعات ان حتى المسلمه مع بعض. في تحديات نفسيه، تحديات فكريه، تحديات عقيديه، تحديات ثقافيه، تحديات اسمها ايه سكتيريه مذهبيه. هو اهل القهوه طبعا، هو الاول هو حب النفس في الاول. كل هذه الاشياء لابد نتغلب عنها. يعني مثلا هديك مثلا كده مثلا عملي، عملنا مؤتمر من سنتين واحنا اللي عملناه كمنتدى انساني لمادة وكذا وكذا وكذا. الشعار بتاعنا كان التحدي الكبير يتحط فين؟ اتفقنا ان الشعار يكون زي كل جمعيه من الجمعيات الثانيه، لا تميز فيه. نمره واحد. السكرتير اللي هو كان مدير التنفيذي بتاع جمعيتنا قلنا له لما تيجي ترسل الناس ما تكتبش اسم الجمعيه، تكتب اسم المؤتمر. انت سكرتير المؤتمر وليس سكرتير الجمعيه. لكي لا تستعمل ان احنا عرق. يعني العرب المصري بيقول لك المصري بيقول كده انا اقرع ونظم. اقرع ونظم ما عنديش فلوس بس ايه خارج اتفسح. منين؟ جديد يعني. قلت له ثلاث اربع الفاظ قاعدين وعملت مؤسسات زي اوكس فام وسيد تشيلدرن وقطر الخيريه والاسلام التسليم عندهم مئات الملايين والمليارات. فيعني هتحط شعارك فين ولا هتعمل ايه؟ خليهم عشان الناس ما تحسش ان انت جاي تستغلهم. فلما انت تواضعت في هذا اصبح في مؤتمر ثاني بعد سنتين اصبح في ايمان اكبر. مؤسسات اخرى انا شايف فيه. فحته الشعار دي حته الانا وحته التربيه النفسيه دي اللي المفروض ده دور الام شايفين يا اخوات انتوا دوركم ده ان انت تشيلي النقطه السوداء. ها؟ انا بختلف معاك. عليا يعني بالعكس انا احب الاختلاف بس ما تقنعنيش. فلذلك الامر ده كله بتاع اللغه مهم جدا جدا. خلاص اجمع الكارت بتاعك خلاص اتفضل مين هيكتب بقى عندنا وما عنديش مشكله احنا لا يسعنا الا ان نشكر الدكتور هاني البنا على هذه المحاضره الذين هذا الافراح والفرح ورساله الانسانيه للعمل الانساني التي تضمنتها كلمات ونتمنى لك التوفيق والسداد ان شاء الله. وادعو المهندس ابراهيم بن عبد الله المعروفي التقديم شهاده الشكر الفائت للدكتور هذا اقل القليل. سندوتش لا يوجد مال.